أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير يا رب. استطلاعنا اليوم هو أنت مع أو ضد تدخل الأهل في مشاكلهم مع أبنائهم وأصدقائهم وليش؟ خلينا نشوف الناس وراجع لكم. مع أو ضد تدخل الأهل في مشاكل أطفالهم مع أصدقائهم؟ والله هذا موضوع مهم جدا وجميل بنفس الوقت. أنا بالبداية لازم أعرف أنه ابني ويا من يمشي، أصدقاء منه، طبيعة أصدقاء منه، النوعية وليس الكمية. فذاني أمنت وثقت من أصدقاء اللي يمشون به، فاعتياد المشاكل اللي بيناتهم بسيطة، هم بيناتهم يحلوها. بس أنا إذا في حالة إذا أنا مواثق من ابني وما أعرف أصدقاء الأصدقاء سوء مثل ما نقول اللي يمشوا ياهم، فاعتيادي راح أتدخل بكل صغيرة وكبيرة، تمام؟ هي فلهذا فإنه لازم أنا أتابع ابني بالبداية ويا من يمشي. أكو مثل يقول يعني قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فطبيعة الإنسان دائما شبيه الشيء منجذب إليه، أو مثل الآخر يقول الطيور على أشكالها تقع. فاني اذا وثقت من ابني من جماعته من اصدقائه اللي يمشوا ياهم، فاني حتى لو المشاكل اللي صارت بيناتهم اراقب من بعيد، بس هم بيناتهم يحلوها افضل. يعني معه بس بصوره محدده، مو لان هذا الشاب بعده وما يعرف الحياه وما مطلع عليها، فنوبات ينجرف ويا الاصدقاء بسوالف مو حلوه. فالاهل لازم يكونون مطلعين على كل شيء حتى يقدرون يوجهوه، يقدرون يدلوا على الطريق الصحيح، لان احنا وقتنا هذا هواي دخلت سوالف مو حلوه للشباب وهاي. فمع بصوره يعني تقريبا 60 او 70% من تصرفاتهم. أو ضد تدخل الأهل في مشاكل أبنائهم مع أصدقائهم وليش؟ طبعاً ضد، لأن الوقت مو وقتنا، يعني هم جيل وإحنا جيل، وطبعاً كل جيل إلى وقته. أي فيعني خليهم هم يعيشون حياتهم مثل ما إحنا عشنا حياتنا. والله حقيقة أنا لا مع ولا ضد، أكو أشياء تستوجب أنه نتدخل وأكو أشياء لا، من حسب المشكلة اللي بين الصديقين. راح أشوف أنه أنطي مساحة أنه هو يتعلم من الخطأ والمشكلة، هل هو راح يقدر يحلها بمفرده لو لا، أنطي مساحته وحريته. أشوف أنه هو قدر يحلها أنا خارج الموضوع ما أتدخل، أما إذا هو ما قدر لا راح أتدخل. أكو بعض الإشكالات في حالة دخلت بها أنت راح تزيد التوتر بين الطرفين، لأن كما معروف أنه كل اثنين ثالثهم الشيطان، حتى إن كان الأهل. فأني صراحة ما أحب إنه يتدخل شخص إلا بعد ما نوصل إنه طريق مسدود.